دعني أبدأ معك بداية بجنين وبمخيم جنين، وما أعلنته قوات الاحتلال بأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة. ما الذي يعنيه ذلك عسكريا؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. تحدثنا كثيرا بأن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عما يجري في الضفة الغربية، وعملية جنين وما يجري بها هي عمليات تندرج ضمن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، حيث أن أهلنا في الضفة الغربية هناك معاناة شديدة ليس فقط من جيش الاحتلال المجرم، وإنما من قطعان الصهاينة الذين تم تسليحهم من قبل بن غافير بالأسلحة، ويقومون بالتنكيل بالمدنيين الأبرياء في العديد من مواقع الضفة الغربية. لكن مخيم جنين هناك يعني قوات نشطة وتوقع أكبر الخسائر بجيش الاحتلال، وعندما نقول جنين فلها تاريخ حافل في التصدي إلى جيش الاحتلال، لكن ما يجري الآن يعني في منطقة جنين كما يجري في قطاع غزة وكما يجري في رفح وكما جرى في الشجاعية وفي الزيتون وفي بيت حانون، الاحتلال يحول جنين ومخيمها إلى مناطق منكوبة ويدمر كافة البنى التحتية ويجفف كافة منابع الحياة. هذا ضمن الخطة الشمولية التي ينتهجها جيش الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف لعمليات التهجير القصري حاليا، والتي ستكون في المستقبل تهجير طوعي بأن يجعل الحياة مستحيلة في كافة مناطق الضفة الغربية. وهذا مع سبق الإصرار والترصد، هذا ليس هو حدثا عرضيا، إنما هي ضمن خطة ممنهجة من قبل حكومة اليمين المتطرف المجرم. بتزامن ذلك سيادة اللواء، ثمة تكثيف مدفعي صاروخي على مدينة غزة وانصراط بقطاع غزة، الأبعاد العسكرية التي يرمي إليها من خلال هذا التكثيف هذا اليوم تحديدا. عندما نتحدث عن ما يجري في يعني في قطاع غزة في منطقة الوسط وفي رفح، لنتحدث ما يجري في منطقة مدينة غزة، هناك تجدد للقصف المدفعي في الزيتون وفي الصبرة وفي تل الهوى، وإطلاق نيران يعني بشارع الثمانية شارع في منطقة الزيتون، اشتباكات عنيفة تدور في هذه المنطقة، على الرغم أنه جيش الاحتلال قام بالانسحاب من هذه المنطقة لكنه لم ينسحب بشكل كامل، إنما قام بالانسحاب إلى غلاف غزة وهو يقوم ضمن المرحلة الثالثة الأقل كثافة والأخف حدة بعمليات توغل مركزة محدودة بناء على معلومات استخبارية مسبوقة بقصف عنيف من سلاح الجو والمدفعية ضمن هذه المناطق. في منطقة رفح هناك اشتباكات عنيفة تجري ويتجدد القصف في منطقة رفح في المنطقة الشرقية وفي وسط رفح وفي المنطقة الغربية، وهناك مشكلة الآن الإعلام لا ينتبه إليها وهي المجاعة، عملية التجويع. أهل غزة الآن يواجهون جوعا كارثيا، وهذا من ضمن الأسلحة التي يعني يقوم جيش الاحتلال المجرم وحكومة اليمين المتطرف باستخدامه في منطقة قطاع غزة. هو الآن يقوم بعملية تغيير الجغرافيا في منطقة رفح، من منطقة كرم أبو سالم حتى معبر رفح على طول امتداد محور فيلادلفيا، جميع هذه المناطق الآن جيش الاحتلال تتواجد له قوات مدرعة وآلية ويستخدم أعمال الهندسة والجرافات لعمليات التدمير الممنهج. في هذه الجزئية تحديدا تيريتي عربي ترصد جميع الأبعاد وجميع التطورات، لا سيما حتى الإنسانية، منها والتي تفضلت بذكرها المجاعة الذي يستعمله قوات الاحتلال، تستعمله قوات الاحتلال كسلاح بالإضافة إلى ما تقترفه من جرائم ضد المدنيين. استراتيجيا يعني كل هذه التطورات وهذه المعطيات العسكرية المستمرة تتزامن معها جهود لوقف إطلاق النار، كيف يمكن تفسير ذلك استراتيجيا، تواصل هذه الجهود تحت القصف الناري؟ يا سيدي، إسرائيل لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه الآن. هذا الكيان المجرم، الكيان الغاصب، يقول بأنه لن يوقف الحرب وبأن هذه الحرب ستستمر، حتى وإن كان هناك حديث بما يتعلق بهدنة إنسانية وأن يكون هناك تبادل للأسرى، لكن إسرائيل هي دائما تتسم والصهاينة يتسمون بالكذب والمكر والغدر والظلم والخيانة والمراوغة
وعدم الوضوح، وحتى وإن تم توقيع هدنة فيمكن بأي لحظة من اللحظات أن يقوموا بعملية الغدر بأهلنا وبالمقاومة الإسلامية في قطاع غزة ومواصلة أعمال القتال الذي الآن يجري، بأنه العالم جميعا هذا العالم الظالم يتكلم عن الأسرى الموجودين لدى حماس، ولكنه لا يتكلم عن القتلى والجرحى والذين ينكل بهم بمئات الألوف من أهل غزة بشكل ظالم وبشكل مجرم. الآن يعني لا أعتقد بأن الصهاينة يوما من الأيام سيحفظون العهد أو يلتزمون باتفاقية، لأن هناك من يدعمهم من الغرب ومن العديد من الدول، ورغم التخاذل العربي والمسلم الذي لا يحرك ساكنا بما يعني الكلمة حتى يتم ردع هذا الكيان المجرم عن جرائمه التي يقوم بها. سيادة اللواء، دعني أنتقل بك إلى الجبهة الشمالية المتمثلة في الجنوب اللبناني، خاصة بعد إطلاق نحو 150 صاروخ من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي المحتلة. بماذا تؤشر كل هذه المعطيات عسكريا؟ بمعنى إلى أي مدى يمكن أن تنزلق الأمور هناك إلى أكثر اتساع؟ يا سيدي، في الجبهة الشمالية حقيقة هذا الكيان الغاصب الآن يعيش في رعب، وليس لدى جيش الاحتلال دفاع حقيقي في مواجهة صواريخ وقذائف ومسيرات حزب الله. هذا الكيان الغاصب هو في انهيار، وتتزايد إصاباته ويتزايد أعداد القتلى ليس فقط في الجبهة الشمالية وإنما في قطاع غزة، ونظرية الردع لدى جيش الاحتلال كسرت ومكانته في العالم تتآكل. لكن الهجومات المركزة التي يقوم بها حزب الله باعتقادي هي هدفها الردع، والآن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون غير كافي لأن يكون هناك تهدئة في المنطقة الشمالية، لابد من أن يكون هناك اتفاق أمني. العديد من الدول الفاعلة سواء كان الولايات المتحدة، فرنسا أو إيران كدولة فاعلة في الإقليم يتتوجه نحو أن يكون هناك حل سياسي، لكن باعتقادي اليوم كان هناك مهاجمة ل15 موقع عسكري دفعة واحدة خلال 40 دقيقة، ثم إطلاق ما يزيد عن 150 صاروخ، ما يزيد عن 30 مسيرة انقضاضية تستطيع أن تحمل 50 كيلوغرام من المتفجرات، صواريخ جراد، يعني نتحدث عن صواريخ عالية الجودة وعالية الدقة. الآن إسرائيل باعتقادي يعني يمكن أن تقوم بضربة استباقية بشكل مفاجئ محدود على بعض من الأهداف لحزب الله. عملية توسيع الصراع في المنطقة الشمالية ستكون مدمرة على أهلنا وأشقائنا في جمهورية لبنان الشقيق، لكن بالمقابل حزب الله لديه قدرات ولديه عمق استراتيجي جغرافي في سوريا وفي لبنان، وحال أن تكون هذه الحرب حرب شاملة قد تتدحرج الأمور بالإقليم بشكل كبير. لكن هنا لابد أن أشير بأن هذه الحرب لغاية الآن هي حرب أعلى من الاستنزاف وأقل من الحرب الشاملة التقليدية. العديد من الدول الفاعلة لا تود أن يكون هناك توسع للحرب، لكن ما يقوم به حزب الله من استخدام من هذه الترسانة الكبيرة من الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ هي للتلويح بسلاح ردع. وكذلك لاحظنا باستخدام الدفاع الجوي، إسرائيل كانت تعربد في المنطقة لدرجة أنه كان لديها سيادة جوية مطلقة في المنطقة، ولكن استخدام الصواريخ ضد الجو الآن أجبرت إسرائيل على أن تعيد النظر عدة مرات باستخدام مقاتلاتها، وهذا قد يحد من عملية الطيران المنخفض والمتوسط في المنطقة. أثبتت قدرات حزب الله بأنها قادرة أن تسقط الطائرات الإسرائيلية، وبذلك فإن التلويح بهذه الأسلحة هو يندرج ضمن أعمال الردع والتلويح بالقوة، وإن استمرت هذه العمليات هي من ضمن حرب الاستنزاف، لكن إن توسعت سيكون هناك توسع كبير وستكون النتائج كارثية على لبنان الشقيق، ولكن ستكون هناك إصابات وتدمير مؤلم جدا لقطعان الصهاينة ولعصاباتهم في أرضنا المحتلة. أشكرك جزيل الشكر عبر خدمة سكاي بن عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد علي صمدي على هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.